السلام عليكم. النهاردة هنعمل صينية مسقعة بالبشاميل تجنن، وكالعادة بالتاتش بتاعي وبطريقتي الخاصة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي، هتدمنوها حرفيا. واللي ما جربش، لاني عرفت ان كتير جدا من البلاد ما بيجربش او ما دقش المسقعة بالبشاميل، فاللي ما جربش يجربها ويعتمد عليا انه هيعشقها ان شاء الله. وهنقول طرق سهلة وسريعة ازاي نعمل الاكلات دي من غير ما يبقى عندنا وجع دماغ وخطوات كتير. يلا بينا، تعالوا نبدأ الجمال ده كله. مبدئيا هقطع البتنجان من غير قشو، عايزينه بقشو براحتكو خالص، في ناس بتحب البتنجان بقشو. هقطعه للسوم كده، انا عايزة شرايح سميكة شوية مش رفيعة قوي، لان هي لما بتتقلي بترفع، سواء بقى هتقلوها في الاير فراير او في الزيت هترفع شوية، فانا عايزة يكون سمكها بالظبط ده. تعالوا بقى كمان نقطع بطاطس بنفس السمك تقريبا. انا النهاردة هقليهم في الزيت، انا في العادي بقليهم في الاير فراير، بس عشان الوصفة مش كل الناس عندها اير فراير هعملها النهاردة في الزيت. فنحاول على قد ما نقدر ان سمك البطاطس وسمك البتنجان يكون قريب من بعض. اسمك طبعا من الشيبس، يعني السمك ده حلو قوي زي 1 سنتي كده. ويلا نبتدي نقليهم. هنبتدي بقلي البطاطس في الزيت، انا عايزاها بس تاخد لون، مش عايزاها مستوية 100%، يعني مستوية حوالي 50%، تاخد لون بس كده من الجنبين. وهبتدي اصفيها واشيلها على جنب وابتدي اقلي البتنجان. بصوا هو ده اللون اللي انا عايزاه، لون ذهبي كده، والنفس اللون الذهبي من الناحية التانية اشيل واصفي، وبعديها نقلي البتنجان القلي العادي جدا اللي احنا بنقليه للبتنجان لما بنيجي نطبخه. هي البطاطس اللي انا عايزاها 50%. اهي شلت البطاطس، هبتدي بقى اقلي البتنجان بتاعنا الجميل اهو، القلي العادي خالص. وزي ما قلت لكم ممكن جدا في الاير فراير، انا في العادي بعمله في الاير فراير، بس قلت هعمل معاكم الوصفة للناس كلها زي ما تحب تقليها عادي، انتي قليها بقى في الاير فراير زي ما تحبوا. البتنجان بقى لونه ذهبي، اللون اللي احنا بنحبه كلنا، كده كده احنا هنحط عليه صوص فمش هينشف معانا. انا بعشق ان هو يكون باللون ده، اللون الجولدن الذهبي اللي يجنن ده. هصفيه كويس جدا او شلوه حطوه في مصفى لغايه ما نكمل بقيه الخطوات. زي ما قلت لكم انا هقول لكم على طرق تخليكم تعملوا الاكلات دي تبقى من اسهل الاكلات السريعه اللي ممكن تعملوها، زي اللازانيا والمسقعه بالبشاميل، ممكن تعملوها من اسهل الاكلات اللي ممكن تعملوها وقت الزنقه. طب ازاي هنعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. احنا دلوقتي محتاجين لحمه معصجه للاكله دي. انا لما باجي اعصج لحمه الاكله زي دي بعصج كميه، يعني كميه تكفي 3 او 4 اكلات من دي ويمكن اكتر. بعصج اللحمه وبشيل الباقي في علب في الفريزر جاهزين ان انا اطلعها واعمل الاكل على طول. تعالوا بقى نشوف انا بعصج اللحمه ازاي. وده طبعا للمبتدئين، انا بحطها في طاسه سخنه، بستخدم لحمه مفرومه خشن عشان تبقى سهلة انها تفرفت معايا بسهولة، الناعمة ما بتفرفتش معايا، مفهومة خشن، اطلبوها من الجزار كده. على الطاسة سخنة مولعة، ما حطتش اي مادة دهنية خالص، بفضل افكك فيها على النار، ما حطتش اي حاجة، بتتفكك بس، وبفضل اعمل كده لغاية ما اللون يبتدي يتغير ويبتدي يقلب على بني. اول ما يبقى 80% منها بني ومخلتهاش نزلت ميتها خالص، ابتدي انزل بالتوابل بتاعتي. انا هنا على اللحمة دي حطيت ملح وحطيت بودرة ثوم، وطبعا الملح يرجع للذوق الشخصي. حطيت معلقة من بودرة الثوم وممكن كمان معلقة من بودرة البصل، بس انا اكتفيت هنا ببودرة الثوم. وكمان نزلت بشوية من القرفة وشوية من الاوريجانو اللي هو الزعتر البري، وبحب اوريه لكم لان في ناس دايما بتسال عليه. وهحط كمان معلقه صغيره من البابريكا المدخنه، ممكن تحطوا مدخنه او غير مدخنه، التوابل دايما ترجع لذوقكم الشخصي. في ناس بتحب توابل معينه، اهي دي البابريكا المدخنه، في ناس بتحب توابل معينه على اللحم. وكمان نزلت هنا بمعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، كزبره ناشفه،
ودي التوابل اللي انا بحبها مع المسقعة. في ساعات بحب توابل تانية، لو انتوا بقى معصجين اللحمة ومفرزينها ممكن ما تحطوش توابل كتير، وتخلوا التوابل حسب الأكلة اللي هتعملوها، تعصجوها بملح وفلفل والبصل اللي احنا هنحطه دلوقتي. دلوقتي بقى هنزل ببصلة كبيرة قوي متقطعة صغير، ممكن تنزلوا بيها مفرومة او متقطعة صغير، المهم طعم البصلة في اللحمة. انا دايما بحط البصل على اللحمة المتعصجة في الاخر مش في الاول، يعني ما بشوحش البصل الاول وبعدين احط اللحمة، لا انا بحط اللحمة وبتنشف، انا هنا بحط فلفل اسود وطبعا برضو حسب الرغبة، وبعدين انزل بالبصل. دلوقتي بقى يلا ننزل بالبصل، وزي ما اتفقنا اي حجم تحبوه، انا بحب قوي البصل الاحمر، هقلب البصلة معاها يدوبك تدبل، واول ما تدبل وتشرب اللحمة طعمها انزل بصلصة، هنزل بمعلقتين من الصلصة، انا مش عايز صلصة كتير، يعني معلقة المعلقتين متوسطين، لان انا هعمل صوص تاني. اوريدي احنا لو عندنا اللحمة متعصجة يبقى خطوة اللحمة دي انسوها تماما في الاكلة دي، يعني مش هتعتبر خطوة صعبة، تطلعوا على طول وتكملوا الاكلة. قلبت كده الصلصة، هي معلقة واحدة بس ومش هحط لها مية ولا اي حاجة، بس هتديها لون وطعم وده المطلوب، مش محتاجين صوص، الصوص احنا هنعمله بعدين. نحط بقى اللحمة على جنب ويلا بينا نشوف الخطوة اللي بعديها. الخطوة اللي بعديها هي البشاميل يا جماعة. البشاميل سهل جدا للناس المبتدئة، والبشاميل برضو انا بعمله وحطه في الفريزر، يعني لو في اكلة محتاجة بشاميل بعمل كمية تقضي 3-4 اكلات وبشيله في الفريزر، ما بيجرلوش اي حاجة خالص. انا كده كده ما بحطش بيض على البشاميل. نزلت هنا بمية جرام من الزبدة وشوية من الزيت عشان الزبدة ما تتحرقش، في بشاميل بيبقى احلى بالسمنة، فدي حاجة ترجع لكم، يعني المكرونة بالبشاميل بتبقى احلى بالسمنة، لكن الاكلة دي بتبقى حلوة قوي بالزبدة. حطوا المادة الدهنية اللي تعجبكم، اعملوا البشاميل بالطريقة اللي تعجبكم، في ناس اصلا بتضربه في الخلاط ما بتحطش مادة دهنية، فدي حاجة ترجع لكم تماما. انا حطيت قالب الزبدة وهسيحه، هنزل عليه بتلات معالق من الدقيق. انا الميت جرام حطيت عليهم تلات معالق من الدقيق، انا عايزاه سايل، عايزاه سايب، مش عايزة بشاميل سميك قوي، عايزة بشاميل كريمي وناعم جدا جدا، هو ده اللي انا محتاجاه، وده اللي انا بعمله برضو في اللازانيا. دول التلات معالق دقيق المتوسطين اهم بس خلاص، المعلقة العادية اللي احنا بناكل بيها. هقلب بقى كل ده مع بعضه لغاية ما يبتدي يغلي وريحة الدقيق تطلع، هتلاقوه كده ابتدى يعمل بابلز ويغلي. خلاص اهو ابتدى يعمل بابلز. ازاي؟ هقولكوا كمان تريكة، لو انتوا بتخافوا يكلكع سيبوه يبرد وبعدين حطوا خطوة اللبن، بس صدقوني مش هيكلكع ولا حاجة لو ايدكوا فيه يعني مش سايبينه وعلى طول ايدكوا شغالة فيه. وده عليه نص لتر اهو من اللبن، وبكمل تقليب وهحط معلقة من مرق الدجاج، طبعا لو عندكم مرق حطوا نص لبن ونص مرق، بس انا بحبه كله لبن، ما بحبش احط مرق غير في المكرونة البشاميل ساعات ساعات. وحطيت كمان فلفل اسود وبقلب، هو ده اللي انا بحطه عليه. انا اكتفيت كمان ما حطيتش ملح، اكتفيت بالمرق اللي انا حطيته لانه مالح. عايزه اقول لكم ان انا كان عندي بشاميل في الفريزر بس حبيت اعمله معاكم، فانتوا لو هتعملوا بشاميل خلوا كميه وحطوها في الفريزر، مش هيجرالها اي حاجه، وهتدعولي تطلعوا بقى لو اكله زي دي، هتطلعوا اللحمه متعصجه وهتطلعوا البشاميل جاهز، ويا دوبك تقلوا البتنجان لو في الفرن او في الاير فراير والبطاطس، خلصت الاكله خلاص، يعني مش محتاجه حاجه. دبروا كده ووفروا على نفسكم وقت ومجهود. اهو ايدي فيه ما سبتوش، نار مش عاليه لحد ما يبتدي يبقى ليه قوام، شايفين قوامه؟ لا بيض بقى ولا غيره، انا ما بحطش بيض، بصوا قوامه يجنن. وطبعا لو هتخزنه سيبوه يبرد خالص. تعالوا بقى نروح نعمل الصوص اللي هو اختراعي للاكلات اللي زي دي. انا اخترعت صوص كده عملت بيه اللازانيا اللي بدون فرن، اللي ما شافش فيديو اللازانيا لازم يروح يشوفه، هحطه لكم اهو فوق وهحطه لكم كمان في اخر الفيديو. الصوص ده بيبقى تحفه في الصواني اللي زي دي بجد. عباره عن ايه الصوص ده؟ عباره عن صلصه، علبه صلصه، و
عليها نص لتر او 3/4 لتر من المية المغلية او الغير المغلية، سيبوها تغلي مع الصلصة مفيش مشكلة خالص. وبعدين هحط عليهم ايه؟ هحط عليهم ملح وفلفل اسود، اهو الفلفل الاسود المجروش والملح، وطبعا دول بيبقوا حسب الرغبة. وكمان هحط عليهم مرق دجاج، عايزين ما تحطوش مرق دجاج براحتكم، بس هو بيعزز الطعم قوي اهو. وهحط عليهم كمان بعد مرق الدجاج، انا حطيت هنا معلقتين، هحط عليهم اوريجانو اللي هو الزعتر البري، بس بقلب الاول واحط بقى معلقة الزعتر البري. الصوص ده حكاية وده اختراعي بتاعي انا، انا اللي اخترعته للازانيا اللي بدون فرن، لانها كانت بتجنني في الاول وفضلت وراها لغاية ما لقيت طريقة حلوة قوي. لان اللازانيا مش بشاميل بس يا جماعة، ومش حرق على اللازانيا في الفيديو ده، بس اللازانيا مش بشاميل بس اهو. خلاص يغلي بقى، ولازم لازم اكون مبتدي احضر الصينية بتاعتي وهو بيغلي، هو سخن يعني ما نحطوش بارد. ولو بنعمل اللازانيا لازم يكون بيغلي وينزل على اللازانيا سخنة، لان هو ده اللي هيسويه. وما تنسوش تروحوا تشوفوا فيديو اللازانيا اهو، هحطه بقى على جنبه ورص الصينية. جبت الصينية بتاعتي وهبتدي اقصها، وقصها سهل جدا مش هطول عليكم فيه. نزلت بطبقة بشاميل، وبعد البشاميل هحط طبقة من البتنجان ورصوا زي ما انتوا عايزين. عايزين طبقتين من البتنجان اوكي، عايزين طبقة واحدة من البتنجان اوكي. انا هنا عملت طبقتين بتنجان وطبقة من البطاطس، دي حاجة برضو ترجع لذوقكم الشخصي. بعد بس ما غصيت البتنجان هحط توابل، حطوا بقى التوابل اللي انتوا بتحبوا طعمها البتنجان. انا هنا حطيت توابل البطاطس يا جماعة، توابل البطاطس بتديني طعم حلو قوي مع البتنجان والبطاطس، فرشيت رشة من توابل البطاطس. تقدروا تحطوا كمون، تقدروا تحطوا الحاجة اللي تحبوها. بصوا انا استعملت النوع بتاع كنور بتاع توابل البطاطس، في نوع تاني برضو بستعمله حلو قوي، اكيد عرضته لكم في فيديوهات تانية. انا حطيت توابل البطاطس، وكل ما هحط طبقة هحط رشة من التوابل. نزلت اهو بشوية من البشاميل وحطيت طبقة البطاطس زي ما انتوا شايفين اهو. ما حطيتش بقى فوق طبقة التوابل توابل بطاطس، لان اوريدي انا حاطة لحمة، هحط فوقيها على طول اللحمة، واللحمة فيها توابل، فانا مش عايزة اقفور قوي في التوابل، فما حطيتش فوق البطاطس، اكتفيت باللي حطيته على البتنجان. وبرضو دي حاجة ترجع لكم، حطيت طبقة اللحمة وهغطيها بطبقة من البتنجان، عشان كده قلت لكم مش عايزين البتنجان يبقى سميك قوي علشان ياخد معانا الطبقات مستريح من غير ما الصينية تبقى مكلكعة. ودلوقتي بقى هنزل بالصوص بتاعي اللي جنن وهو مولع. بصوا نازل على البتنجان، هو ده بقى اللي هيسوي لي الصينية دي ويخلي طعمها حكاية، وعمكم هتلاقوا الطريقة دي في اي حتة. وبعد كده هحط بقى طبقة بشاميل على الوش. بصوا بصوا الجميل، حكاية، انتوا هتاكلوا صوابعكم ورا الصينية دي. هحط بقى طبقة البشاميل على الوش، وزي ما قلتلكوا انا ما بحطش بيض على البشاميل، وبيطلع كريمي وبيطلع تحفة. عايزين الوش كريمي اكتر، انا بحبه محروق اصلا. ممكن تحطوا كمان معلقتين تلاتة من الكريمة اللباني فوق الوش، بس صدقوني هيطلع ناعم وجميل اهو يجنن. هدخلها بقى على الفرن، على مش شواية ولا اي حاجة، هدخلها على فرن سخن عادي، هتقعد حوالي تلت ساعة نص ساعة، كل حاجة مستوية هي، بس هتعمل وش لطيف جدا. عايزين تفتحوا الاول ربع ساعة فرن وبعدين شواية براحتكو، انا بموت في الوش محروق، وبرضو حروقت الوش دي ترجع لكم. بس تعالوا نشوف بقى لما طلعت من الفرن، وده شكلها بعد ما طلع من الفرن حكاية. تعالوا بقى نغرفها، انا ما قدرتش استنى تبرد شوية، هو الاحسن انها تبرد شوية، بس بجد ما قدرتش استنى ان انا اوريكم. شايفين اللون؟ اللون مش بشاميل بس، اللون كده كل حاجة على بعضها، احمر مع بشاميل، الوش محروق يجنن. تقدروا تتحكموا في الحروقة دي بفتح الشواية قد ايه. تعالوا بقى نغرفها وبوريكوا كل حاجة من جوه عاملة ازاي، والطعم حكاية، هتدمنوها حرفيا، ولازم تجربوها بالطريقة دي. زي ما قلتلكوا لو معصجين اللحمة ولو عاملين البشاميل مش هتحتاجوا غير ان انتوا تعملوا البتنجان والبطاطس لو في الفرن او في الاير فراير، او تقلوه براحتكوا، وبس نعمل الصوص بس كده، هتبقى اكلة سريعة جدا. تعالوا بقى بصوا
شايفين النعومة حكاية والطعم تحفة يجنن. بس كده تابعوني هنعمل مع بعض حاجات كتير، وما تنسوش تشوفوا فيديو اللازانيا للي ما شافوش. باي باي.